أعطانا الله وسيلة عظيمة في حياتنا، وهي نعمة الحوار معه، وهذا اللي منسميه الصلاة. فالصلاة هي ارتفاع العقل والقلب لله والتكلم معه. وبهاي الوسيلة لما منطلب إحنا أي إشي من الله بعطينا إياه، هو اللي حكالنا اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرأوا يفتح لكم. وبهذا الزمن إحنا بأمس الحاجة لنعمة الرجاء. بس شو هو الرجاء؟ الرجاء هو فضيلة مجانية من الله تعطيني القدرة أني أنتظر بثقة كبيرة وأكيدة ملكوت السماوات. هالرجاء اللي بيخليني قادر أحصل على كل الوسائل الضرورية اللي بحتاجها حتى أوصل هالملكوت، هالملكوت اللي هو السعادة الأبدية. وحتى أقدر أرجو لازم يكون عندي إيمان، إيمان بالله الصادق والأمين، وإيمان بوعوده اللي دايماً بوفي فيها. بالتالي من دون إيمان مش رح أقدر أرجو، لأنه الإيمان بسبق الرجاء وبدفعني إله. طيب أنا إيش بستفيد من هالرجاء؟ اللي بنستفيده هو إنه لما منصلي ومنطلب من الله نعمة الإيمان والرجاء وبعطينا إياهم، وقتها بصير عنا سلام داخلي. ليش؟ لأنه هذا السلام مش ممكن نحصل عليه إلا من المسيح اللي حكى: السلام أسودعكم والسلام أعطيكم، لا أعطي أنا كما يعطي العالم، فلا تضطرب قلوبكم ولا تفزع. هذا السلام ما بتأثر بالظروف المحيطة، لأنه مصدره أنه إحنا متأكدين أن الله معنا، هو صادق وأمين في وعوده. وبفضل هالشي بنكون فرحانين وقادرين نصبر في الشدة اللي منعيشها. يا ربي يسوع المسيح، يا مصدر كل النعم، نطلب منك نعمة الإيمان والرجاء حتى نقدر نعيش السلام والفرح والمحبة بأمانة إليك. من مكان ميلاد المسيح منعيد عليكم كل عام وانتم بخير. ولد المسيح، هللويا.